طيب هنبدأ بس عشان وقت الزوم، بس عشان نختصر الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الزوم ده إن شاء الله أنا بعرف أعرض لحضراتكم المراحل اللي أنا بشتغل بيها في أي مشروع. طبعا مش هيبقى بشكل تفصيلي عشان وقت الزوم، بس بوريكم بس خطوات الشغل اللي أنا بشتغل بيه. ده مشروع إحنا نفذناه على أرض الواقع من أول ما بدأنا نحط السكتش على الورق لحد التنفيذ. انا كديزاينر في معطيات كده لازم اخد بالي منها، لازم ابقى مجمع كل الداتا الخاصه باحتياجات العميل، زي مثلا الميزانيه، الخامات اللي انا هستخدمها في السوق لازم يبقى عندي خلفيه كبيره جدا، الخامات الموجوده في السوق اجيبها منين، رفع المقاسات. طبعا انا برفع المقاسات على مرحلتين، المرحله الاولى طبعا الشقه دي كانت متفصله، ما كانش طبعا متوضح اماكن الاعمده من الشغل اللي كان موجود فيه. طبعا انا رفعت البلان ده مرتين، مره قبل ما نبدا نشتغل في التنفيذ، وبعد ما رفعت المقاسات زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده فيه تفاصيل كتير، في معانا مشروع هننفذه ان شاء الله الاسبوع الجاي، والمشتركين اللي حضروا معانا الفتره اللي فاتت هيحضروا زياره في الموقع على حسب الجدول الاعمال. الموضوع باختصار، اول حاجه انا ببدا اعمل رفع المقاسات، ليها طبعا طرق معينه دي هنعرفها ان شاء الله في خلال فتره الورشه. بعد كده ببدا ارسم البلان المعماري اللي انا رفعته من الموقع، وبعد كده ببدا اتبع البلان ده، اعمله كبس، بعمل كبس مربعات متر في متر، واطبعها على ورق A3 نقطتين ثلاثه اربعه، وابدا بعد كده اعمل سكتش على الورق. لازم نشتغل سكتش، يعني ما ينفعش يبقى الديزاين بتاعنا كله 3 دي ماكس. طبعا في ناس بتعمل تصميمات كله 3 دي ماكس، لا، لازم يبقى عارف ممرات الحركه، اوفر ان متطلبات العميل، الخامات اللي هستخدمها في الديزاين على حسب برضه ميزانيه العميل. بعد ما ابدا اعمل السكتش اللي قدام حضراتكم، طبعا ده من ضمن سكتش من 50 سكتش، طبعا بيبقى فيه سكتش كتير قوي لحد ما بوصل للفكره النهائيه بتاعت التصميم، وابدا بعد كده اعمل الاقتراحات اللي انا عملتها سكتش. ابدا اعمل مقترح اثنين، يفضل ان حضراتكم تعملوا مقترحين، والمقترحين يكون الاختلاف بس في توزيع الاثاث وممرات توزيع الاثاث بتاعت المكان، واختلاف بس في حاجات بسيطه في التصميم. طبعا لازم يكون الاثنين قابل للتنفيذ. قبل ما بعمل ده لازم اكون راجع اللوحات التكييف مع المهندس المختص، الطرف مع المهندس المختص، باخد المشاكل اللي موجوده في الموقع عشان لما ابدا اشتغل في الديزاين ابدا اعمل فكره، اعمل مقترح مضبوط عشان لما اعرضها للعميل واخد عليها موافقه ابدا اتصل بعدها في مرحله التجهيزات بتاعت الرسومات التنفيذيه. دي مرحله من المراحل بتاعت الشغل اللي انا بشتغل بيها عامه في كل المشاريع. بعد كده ببدا ارسم الوركينج المبدئي، ان انا بعمل معالجات الحوائط، الجيكون بورد، تجاليد الخشب، وهكذا زي ما حضراتكم شايفين. ده كل ده اوتوكاد، يعني لسه ما اشتغلتش في ديزي. طبعا انا بعمل الوركينج على مرحلتين، المرحله اللي هي المرحله المبدئيه الاولى اللي انا بحط فيها الفكره بتاعتي بناء على المعطيات اللي باخدها من العميل، وببدا بعد كده اعمل بلان معالجات الحوائط، بعد كده بعمل بلان التصميم السقف، الشكل الديزاين السقف برسمها طبعا دون لاين من الاوتوكاد، وبعد كده ببدا ارسم التوزيع الاساس بناء على المقاسات الستاندرد في السوق، ودي البلوكات اللي احنا هنتعلمها في الورشه ازاي نعمل بلوك بشكل احترافي تستخدموها بعد كده في المشاريع اللي جايه. بعد كده بعمل تصميم الارضيات، طبعا ببقى عارف ايه الخامات اللي انا هشتريها من الموقع، وابتدي اعرف كل مقاس ارضيه بمقاساتها وايه اللي متوافر في السوق وايه اللي في تصنيع مستمر، يعني في حاجات انتاج خط الانتاج بتاعها بالاوقات، مش اي صوره تجيبوها من على النت استخدمها في الديزاين. لازم ابقى عارف الخامات اللي هستخدمها، احجزها واعملها. انا دايما لما بصمم مشروع بربط التنفيذ بالتصميم، ما بستناش لما اخلص الديزاين والوركينج وبعد كده انفذ. انا بعمل الخطه بتاعتي من خلال خبرتنا في السوق، نعرف نعمل الجدول الاعمال اللي هي فتره تسجيل المشروع. طبعا البلان الارضيه اللي هي الرخام، انواع الرخام، انواع الارضيات، انواع الاس دي اف وغيره، ببتدي اجيبها، بجيب عينات وابتدي اشتغل في الديزاين. بعد كده اخر حاجه البلان التعديل المعماري اللي انا بنفذها في الموقع، خلاص ابدا بعد كده وانا شغال في 3 دي ماكس، شغال في الوركينج، الناس شغاله هناك في الموقع بتبتدي تكسر وتعدل. ليه؟ عشان ما اديش مساحه للعميل ان يعدل في التصميم وانا شغال. دي اول نقطه. ثاني نقطه، المراحل الشغل بتكون مرتبه بطريقه ان انا لو شغلت الديزاين كده كده انا بشتغل في الديزاين، الديكور المعماري مش هيأثر معايا حاجه، بيبقى انا عامل التأسيس الحوائط صح، المكان الكهرباء صح، السباكه صح، مش محتاج ان انا انتظر لما حد لغايه لما اخلص التبرد. وفي نفس الوقت ما طولتش في المشروع مع العميل، اكتر حاجه من شهرين لشهرين ونص.
لان كل ما الوقت بتاع المشروع بيزيد، متطلبات العميل بتزيد، التعديلات بتزيد، فبعمل كنترول في موضوع الوقت. طبعا ده بالخبره هتعرفوها ان شاء الله في خلال فتره الوقت. ببدا بعد كده الخطوه اللي بعدها اعرف ان القطاعات زي ما حضراتكم شايفين القطاعات اللي انا هعملها في الديزاين، كل الملفات دي لسه ما اشتغلتش دي مثلا. بعد ما برفع القطاعات طبعا ده شغل مبدئي مش من غير تفاصيل. بعد ما بخلص القطاعات ببدا بعد كده القطاعات برضو القطاعات بتاعت الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين ده القطاع في منطقه الريسبشن. انا بديكم جزء من المطلع عشان وقت اليوم. بعد كده بدات اعمل ال 3 دي، طبعا هوريكم الشغل قبل التعديل، ده الشغل الموقع القديم التصميم القديم. التصميم ده معمول من 18 سنه، العميل طلب ان احنا نعمله زي نظام تطبيقي مودرن، نظام تطبيقي ماتيريال غني جدا، تفاصيل بسيطه جدا. بناء على ده بدانا نعمل فكره التصميم. ده طبعا الصور الموقع قبل التصميم. زي ما حضراتكم شايفين ده منطقه الريسبشن بعد ما خدنا المكان التفاصيل دي كلها. بعد كده ببدا اعمل اللقطه 3 دي، ده الديزاين الفاينل بتاع المشروع. الديزاين الفاينل 3 دي بناء على الماتيريال اللي طلبها العميل. طبعا اللي انتم شايفينه في 3 دي هو اللي اتعمل في التنفيذ، لان انا شغال مراحل مظبوطه. ما بشتغلش نفس ما بستخدمش مساعد جاهزه، ما بستخدمش استاذ جاهزه. كل المشتركين معانا في الورقه في الوسط كل حاجه جايبينها من كتالوجات بتاعتي. والمصدر اللي انا بجيب منها الحاجه، تمام؟ ده كده مراحل ال 3 دي. هنشوف بعد كده الاوضه النوم نفس الكلام. ده الديزاين بعد ما خلصت الاوتوكات، مرحله الاوتوكات. نشوف مع بعض دلوقتي مرحله التنفيذ، ده المراحل اللي انا بشتغل بيها وكل المشاريع الخاصه بالتصميم ده. هنشوف مع بعض الصور التنفيذ. زي ما حضراتكم شايفين اهو ده الصور التنفيذ. التصميم اللي حضراتكم شفتوها في الاوتوكات وال 3 دي هو اللي موجود في التنفيذ. دي ميزه اللي احنا بنتعلمها في الورشه، ان احنا بنتاكد صح، بنعرف ازاي نعمل ديزاين. الديزاين مش شويه بوستات، شويه تجاريب حوائط، جبتون بورد، ستانلس اللي انا بشوفها في المشاهد المكرره اللي بلاقيها في اغلب التصميمات. لا، احنا لازم نبقى عارفين ازاي نظبط التصميم بتاعنا على حسب احتياجات العميل وميزانيه العميل. اهم حاجه مش من الضروره ان احنا نعمل حاجه بروفيشنال، لا. كل ما انجح ازاي ان انا ابقى عندي الميزانيه اللي هحددها للعميل واعرف استخدم كام في المية خشب، كام في المية دهانات، كام في المية جبتون بورد، الارضيه هستخدم رخام ولا بورسلان ولا سيراميك وهكذا. كل الحاجات دي بالخبره مع الوقت مشروع 2 3 4 تقدروا تعملوا التفاصيل اللي حضرتك شايفها. طبعا انا هوريكم الصور سريعه. ده الشكل الديزاين النهائي اللي هو بتاع المكان بعد الديزاين اللي عملناه 3 دي. ده الشغل التجاريد الخشب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا، ان انا اعمل علب الكهرباء بنفس الالوان الديكور. الحاجات دي لازم تبقوا متابعين السوق وتنزلوا العتبه بالنسبه للناس اللي في مصر، الناس اللي بره مصر تبقوا عارفين الشركات اللي انت بتشتري منها وتسالوا على اسعارها والموديلات بتاعتها، عشان لما تيجي تعملوا تصميم يبقى كل حاجه مظبوطه بشكل صح. تمام؟ دي كده منطقه الريسبشن. دي برده منطقه الطعام عاملها من الرخام اسمه رونيك. طبعا الرخام ده مضيف، في انواع ثانيه التفاصيل دي هنعرفها في خلال فتره في الوقت بتاعت النظام الثاني. دي اوضه النوم المطر زي ما حضراتكم شايفين، نفس اللي معمول في 3 دي ماكس بالظبط، نفس اللي معمول في الاوتوكاد. طبعا مهم جدا ان انت تبقى عارفين انواع القشره، بتشيلها في صناعي ولا طبيعي. التفاصيل دي انا مش عايز اخد التفاصيل كتير عشان بس ما اطولش معاكم في اليوم. الديزاين اللي انا عامله في الحيطه اللي فوق السرير الارض جي ار سي، اللي انا عملته في 3 دي ماكس واللي انا عملته في الاوتوكاد عملتها بالظبط في التنفيذ. ده كده الموضوع باختصار. حبيت بس اوريكم اهميه دقه التفاصيل وازاي ان انا اربط الشغل بشكل احترافي من خلال النماذج المتابعه اللي احنا بنشوفها. اتمنى طبعا ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من الورقه، سوري استفدتوا من المحاضره التعريفيه الزوم الاول والزوم الثاني. وحبيت ان انا اوريكم بس مقتطفات بشكل سريع عشان تعرفوا المستوى اللي انتم هتوصلوا له ان شاء الله في خلال فتره الورقه بتاعت النظام الاول او الثاني او الانظمه اللي هنشتغل فيها الفتره الجايه. هفتح لحضراتكم الاسئله، اي حد عنده اسئله ممكن يكتب على الشات الزوم او يفتح، اطلب بس من الشير بعد اذنكم.